يلا خلونا نتكلم عن مقاومة الأنسولين والتصبغات اللي تصير بالوعي تحت الحلج تحت العين أماكن تناسلية بين الأفخاذ. التصبغات السوداء اللي انتم عارفينها تصير عند الرجال وعند الحريم، هذه أساسها من شنو؟ سهل جدا، مقاومة أنسولين. جيد، في البعض يعرف شنو مقاومة أنسولين والبعض ما يعرف. اللي ما يعرف ركز معي. مقاومة أنسولين، يلا نبتدي من البداية. أول شيء السلام عليكم، معك أخوك وضالي. يلا يلا، كليت سكر أنت؟ سكر، كليت سكر. السكر هذا شنو مصيره بالجسم؟ يطلع له منو؟ البنكرياس. لأن البنكرياس من يشوف سكر يطلع شيء اسمه أنسولين. البنكرياس تكبره طلع أنسولين. الأنسولين هذا شنو يسوي بالسكر؟ يقول له تعال تعال، يمسك السكر وين يوديه؟ يقطه بالخلايا الدهنية. وين خلايا الدهنية؟ سامع عليكم، معي سكر، يلا بطلوا. واضح؟ ينزل سكر، من يفرز؟ البنكرياس يفرز شنو؟ العملية أظن واضحة. البنكرياس يفرز الأنسولين، يأخذ السكر، يقطه بالخلايا الدهنية. كل شيء واضح. وين تصير مقاومة الأنسولين؟ ركز معي. كلينا سكر، نفس الطريقة صارت. بعدين يقوم الأنسولين يأخذ السكر، وين يقطه؟ بالخلايا الدهنية. الخلايا الدهنية في عندهم مستقبلات، نفس البوابات. سلام عليكم، منو؟ أنا أنسولين. اشتبي لما ندخل السكر عندكم، تفضلوا ودخلوا. بعد فترة يقوم الأنسولين طق الباب على منو؟ على الخلايا الدهنية، في مستقبلات هناك. بطلوا الباب، ما يبطلون الباب. بطلوا الباب، مو راضي يبطلون الباب. فشنو؟ الجسم يتوهق بالسكر، فيظل سكر وايد بالجسم. تكفون بطلوا يا الخلايا الدهنية يا المستقبلات، بطلوا. تقوم المستقبلات ما تبطل. إنزين، ليش المستقبلات هذه ما تبطل؟ ركز معي، تكون هذه المستقبلات مفولة من السكر، خلاص اشبعت، فولت فولت من السكر. فبعد فترة راح تبطل الخلايا، بالوقت الحالي ما راح تبطلها. فنفس ما ذكرت لكم ان الخلايا متشبع من السكر، لان انت وايد تاكل سكر وايد تاكل سكر، فالمستقبلات ما راح تبطل. متى تبطل؟ ضبط اكلك، امتنع عن السكر يوم يومين ثلاثة اربع، بعدين شنو الخلايا؟ تقول يلا انا بنبطل، بطل. هذه مقاومة الانسولين الاولى. في مقاومة انسولين ثانية، هذه الاخطر. شوفوا، مقاومة الأنسولين الأولى هذه تصير مع الكل، تصير معاي، تصير معاك، تصير مع أي أحد. المقاومة الثانية شنو؟ ضعف بإفراز الأنسولين. يعني شنو؟ الحين مو قلنا البنكرياس يفرز أنسولين؟ يفرز يفرز يفرز، أنت استهلكته، أنت تعبت البنكرياس، فيقوم البنكرياس ما يفرز أنسولين بكمية كبيرة. فلما كمية صغيرة، فالكمية الصغيرة هذه تمسك السكر وتوديه بالخلايا الدهنية، بطلوا الباب. ما يبطلوا للباب، ليش؟ لأن الأنسولين كميته حيل قليلة. فبعدها شنو راح تسوي؟ يأخذون أنسولين من برا، أبر والحبوب، يقوون الأنسولين. عشان شنو؟ لما يروحون عند البابة ترى احنا أقوياء. يلا خلينا نعيد على السريع. مقاومة الأنسولين الأولى إن الخلايا مو راضي تفتح، ليش؟ لأن شبعانة من السكر. مقاومة الأنسولين الثانية شنو هي؟ إن البنكرياس قاعد يفرز أنسولين بكمية قليلة. عرفتوا ليش الناس تأخذ أبر من برا وحبوب؟ عشان يقوون الأنسولين، عشان يبطل الخلايا الدهنية. عندنا الثالثة، هذه الخطيرة. الحين شنو قلنا؟ البنكرياس يفرز شيء بسيط بالمقاومة الأنسولين الثانية. الثالثة، البنكرياس ما يفرز أنسولين، خلاص الخلايا بيتا والفا اللي داخل البنكرياس خلاص وقفوا، مو قاعد يفرزون أنسولين. يكون الشخص خلاص راح يصير طول عمره يعيش على مثلا الحبوب وعلى الأبر وعلى نظام معين. عرفنا يا جماعة مقاومة الأنسولين شلون؟ عرفناها. إنزين، البنكرياس كان شنو يبي؟ كان يبي شيء واحد، انك انت ما تستهلكه. يعني مو 24 ساعة انسولين فارز انسولين انسولين، فتعبته استهلكته لما التهب. انزين، لما التهب شنو اللي يعالج التهاب البنكرياس؟ شنو؟ الزنك يا جماعة. اكثر الناس اللي فنفس ما ذكرت لكم، البنكرياس علاجه وجبته الحلوة الحلوة شنو هي؟ الزنك يا جماعة. ولكن وين المشكلة؟ ان الزنك صعب امتصاصه، لازم الزنك يحتاج حمض معدة قوي. يعني نيجي عند شخص، ركز ها، شوفوا شلون يدش بمقاومة الأنسولين ويصير مريض السكر. شخص 24 ساعة سكريات، جيد، راح يصير مرحلة الأولى والثانية والثالثة. زائد ما عنده حمض معدة، دائما يحوش حارج ارتجاع امساك، ما عنده حمض معدة. يعني شنو معناتها؟ معناتها عنده مقاومة الأنسولين، يلتهب البنكرياس، ولكن البنكرياس ينتظر الزنك والزنك ما يله، يلتهب اليوم باكر. تكفون، ابي زنك ابي زنك، هذا ما عنده حمض معدة قوي، فالزنك ما راح يمتص بجسمه. عرفتوا؟ بعدها يلتهب البنكرياس ويقوم يوقف، ما يؤدي وظيفته. واضح يا جماعة؟ ودائما راح تلاحظون سكر وضغط. ايش معنى هذول الاثنين مع بعض؟ ايش معنى؟ راح تلقى فئة بسيطة بس مو كبيرة اللي عندهم بس ضغط، يكون عندهم مثلا مشاكل بالكلتين وعندهم مشاكل بالقلب،
ولكن دائما السكر مرتبط مع الضغط. ليش؟ ركز معي انا اقول لك. دائما اي شخص فيه سكر دائما معرض 100% حق الضغط. ليش؟ انا اقول لكم شوفوا الحين شنو قلنا مقاومه الانسولين، شنو عرفنا ان السكر راح يتم بالدم فتره طويله. السكر شنو يسوي؟ زيادته بالدم لفتره طويله على طول ايش راح يسوي؟ راح يجرح جدار الشريان، الحين هذا الشريان راح يجرح جدار الشريان، بعد ما يجرح جدار الشريان خلاص راح يصير ضيق، بعدها القلب شنو؟ في اعضاء مو واصل لها دم، فراح يضطر القلب يدز دم بكميه اكبر، بعدها شنو؟ ضغطك يرتفع. عرفتوا شنو علاقه السكر وضغط الدم؟ ان زياده السكر بالدم تخرب لنا الشرايين والانسجه. عرفنا ليش؟ دائما مرتبطين. يمكن شخص يقول لي الحين انا فيني ضغط ما فيني سكر. بعد ما خلصنا وفصلنا شنو هي مقاومه الانسولين الاولى والثانيه والثالثه، بالاخير شنو وصلنا له؟ وصلنا له ان السكر وايد موجود بالدم. بعدها شنو راح يحس الشخص؟ ركز معي. بعدها وقت النوم يا جماعه لازم يقوم الحمام مره مرتين ثلاث اربع توصل لخمس مرات. زي ايش معنى مريض السكر دائما يبي يتبول؟ انا اقول لكم زياده السكر بالدم يا جماعه على طول السكر يرتبط شنو؟ مع الماي على طول، وبعد السكر ما يرتبط مع الماي على طول يروح عن طريق الكلتين عشان يتصرف. عرفتوا؟ فاذا انت وايد تشوف نفسك وانت نايم تقوم حمام ترد حمام ترد، انتبه ترى هذه مقاومه انسولين. يمكن اي شخص يقول لي فرضا انت انا شارب ماي وايد، خلاص شارب ماي وايد بعد خلاص احنا عرفنا الحل. ولكن شخص طبيعي و24 ساعه حمام وايد يعطش، معناته شنو؟ انا قلت لكم السكر يقوم ينجذب مع الماي ويروح عن طريق الكلتين. واضح اني الحين عند التصبغات، ركز معي الحين اني عند التصبغات بالانسجه هني تحت العين. ودائما لما تدشون اليوتيوب او جوجل يقول لك اذا شخص فيه علامه كذي سودة هني ورا برقبته خطوط يعني مقاومه انسولين، بس ما راح يقولوا لك شلون صار وشلون الطريقه والتفاصيل، انا راح اقول لك اياها. شوفوا اتفقنا زياده سكر بالدم شنو يسوي؟ تجرح لنا الانسجه والشرايين تخربهم. ركز معي ركز، عندنا مجموعه البي كومبلكس خصوصا بي ثلاثة، اذا صارت عندك مقاومه انسولين كل مجموعه البي كومبلكس كلها تروح بالحمام. يعني شنو بالحمام؟ يعني ما عندك بي كومبلكس. ليش؟ لان انت عندك مقاومه انسولين وزياده سكر بالجسم تطيح مجموعه البي كومبلكس. ركز الحين مقاومه الانسولين شنو تسوي؟ تخرب الانسجه والشرايين. واضح؟ اي انسجه تخرب؟ تخرب الانسجه اللي عليها مجهود. وين عليها مجهود؟ هني اتكلم اكل مجهود، العين مجهود، بين الريول مجهود، الابط مجهود، اي مكان فيه مجهود. وبعد وين عندنا مجهود يا جماعه؟ الرقبه بالخلف، لانه وايد انا احرك رقبتي انزلها اصعدها لف يمين يسار، وايد يصير عليها مجهود خصوصا هالمكان هذا، المكان هذا مشدود ولكن هذا المكان دائما متشفس يا جماعه. عرفنا من اللي سواهم كذي؟ سوى الخطوط هذه مقاومه الانسولين. شوفوا بشكل طبيعي اي نسيج خربان يعني قاعد يحوشه تلف، من اللي يصلحه مجموعه البي كومبلكس خصوصا منه البي ثلاثة يا جماعه، هو اللي يصلح. ليش؟ لانه هو اللي يوصل الدم حق كل الاطراف. وقلنا شنو مقاومه الانسولين؟ طيحت انت البي كومبلكس كلها ما عندك، يعني عندك خراب ولكن تصليح ما عندك. عرفنا يا جماعه ليش قاعد تصير التصبغات هذه؟ انزين بضاري نبي الحل شلون؟ انا اقول لك الحين نتكلم عن العلاجات المساعدة. أي شخص عنده مقاومة انسولين يعني شنو؟ عنده دهون على الكبد، عنده كمية كبيرة من الفركتوز من السكر، من السكر صاير على الكبد، شو راح نسوي؟ رقم واحد تبتعد عن كل الفواكه لأن فيها فركتوز، هو كافي الكبد تعبان من الجلوكوز. عندنا الفواكه نوخر عنها. ليش؟ لأن فيها فركتوز تتعب الكبد. لا أنت مريض الحين ضبط مشكلتك بعدين كيفك كل. واخر على الفواكه ناخذ شاي القراص وناخذ شاي حليب الشوك عشان شنو؟ نضبط الكبد. حلو. شنو كانت مشكلتنا مقاومة الانسولين؟ نوخر عن السكر. لان السكر هو اللي جاب لنا المشاكل هذه كلها. نوخر عن السكر وضروري جدا شنو نسوي؟ ضروري جدا ندش كيتو يا جماعة. ليش؟ لان الكيتو اوكي يشبعك واكله زين وما في سكر، ويعني ما راح تحن على السكر. ليش؟ لان خلاص في سعرات حرارية ودائما انت شبعان. بعدها شنو ندخل؟ ندخل بي كومبلكس وضروري ندخل الزنك، ولازم يكون عندك حمض معدة قوي. اذا انت كبير بالسن او مثلا عمرك فوق الاربعين هذا طبيعي جدا ان حمض معدتك مو نفس قبل يوم كنت صغير قليل، فشنو تسوي؟ دخل خل التفاح العضوي، يجيب لك كوب ماي حط عليه ملعقه او ملعقتين من خل التفاح وحط عود هذا مال البيبسي قبل الوجبه
واشرب. ولكن اذا فيك تقرحات ما يفيدك خلي التفاعل العضوي، منزل انا حلقه شلون تصلح تقرحات باليوتيوب حاطها. انزين شنو تسوي عندك مثلا مع وجبه الغداء؟ تشرب خلي التفاعل العضوي. ليش؟ عشان يكون عندك حمض معده قوي يكسر الفيتامينات المعادن، ويكسر منه اهم واحد، اهم واحد اللي البنكرياس محتاجه. زين شاطر، ضروري جدا يا جماعة. وأفضل عندنا صيغة حق الزنك، عندنا زنك باكولونايت، أو تأكل الزنك من الأطعمة، كذي أمورك راح تصير 100%. وبس خلي يكون عندك نمط حياة حلو، تبي تخربط بالأسبوع مرة مثلا، بين فترة وفترة اشترك بوجبات أساس بس.